احنا معانا ضيف النهارده في السادسه، يعني صاحب مشوار عريض جدا وطويل جدا في نفس الوقت. الحقيقه الراجل ده لف ولعب تقريبا في اغلب الدوريات الكبيره في اوروبا، يعني في ايطاليا لعب لليوفي، في انجلترا لعب للارسنال وليفربول، في اسبانيا لعب لاسبانيول، في المانيا لعب لاوكسبورغ. يعني كان فاضل له حاجه في الدوري الفرنسي ويبقى لاعب في الخمس دوريات الكبرى، وكلها الحقيقه زي ما انتم شايفين فرق كبيره جدا. خلينا نتكلم اكتر معاه عن مشواره وعن حراسه المرمى وعن احتراف. انا الحقيقه مشغول جدا بفكره، وخصوصا بعد العروض الرائعه لمنتخب مصر في بطوله افريقيا، عن علامه استفهام كبيره جدا على مر كل الاجيال، ليه عندنا عدد قليل من اللاعبين المحترفين ومش كلهم كمان بيلعبوا في انديه كبيره؟ يعني نادرا ما بتلاقي مثلا، ممكن تقول صلاح في 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 في, في ليفربول، النني في ارسنال، زيدان كان في بروسيا دورتموند، لكن غير كده عمرنا ما شفنا لاعب مصري مثلا في برشلونه ولا في ريال مدريد ولا في بايرن ميونخ والى اخره. خلينا ناخد يعني الخلاصه كلها من اليكس مانينجر، حارس مرمى طبعا عدد كبير من الفرق، ابرزهم واشهرهم اليوفي والارسنال وليفربول. ضيفنا في السادسه، بدايه طبعا نرحب بيك ونشكرك على وجودك معنا على شاشه الاهلي. مساء الخير على الجميع، مساء الخير لك. خليني بدايه اسالك، يعني انت كنت صاحب مشوار طويل ولعبت العدد كبير من الانديه الكبيرة على مستوى أوروبا، في الدوري الإنجليزي، في الدوري الإيطالي، أهم مرحلة في مشوارك وأهم نادي حققت معاه يعني بطولات أو إنجازات؟ أنت تتحدث عن مسيرة كبيرة في معظم دوريات الأوروبية، ولكن أعظم مسيرة كانت لي كانت في إيطاليا وكانت في اليوفي، لأن إيطاليا بلد جميلة تستطيع أن تخرج المواهب الكثيرة. اللغة الإيطالية كانت لغة سهلة، الأجواء في إيطاليا ساعدتني كثيرة جدا. طيب لو ابتديت أتكلم معاك على الميركاتو الشتوي، من وجهة نظرك أهم الصفقات والانتدابات والأسماء اللي شفتها وتابعتها خلال موسم الانتقالات الشتوية؟ بالنسبة لي بالنسبة أقوى صفقة في الميركاتو كان في إنجلترا، بالرغم أن هناك العديد من الفرق التي تكون في منتصف الجدول، لكنها قد أبرمت صفقات كبيرة جدا، وكان ميركاتو كبير أيضا في إيطاليا، لكن في إنجلترا كان الأقوى. من وجهه نظرك وبعيدا طبعا عن الظروف الحاليه اللي بنعيشها بسبب فيروس كورونا، ايه المعايير او الاسباب اللي تخلي مشوار، وبما انك انت صاحب تجربه احتراف يعني متعدده وكبيره جدا، ايه الحاجات اللي تقدر تساعد اللاعب على انه يحترف في الانديه الكبيره في اوروبا؟ بالطبع خلال مسيرتي قد قمت بالعديد في اللعب من جميع أندية أوروبا، لكن هناك أشياء مهمة يجب أن يتبعها اللاعب، أن يتعود على الأجواء كما تعود محمد صلاح على الأجواء في إنجلترا، أن يتعود على الأجواء وأن يتعلم اللغة، لغة البلاد، لأن اللغة تساعدك كثيرا في التأقلم مع الجماهير أيضا ومع مجالس الإدارات المختلفة. إذن اللغة، الأجواء، وأن يعلم ثقافة المكان التي يتواجد فيها اللاعب، لأنك تساعده أيضا، لأن عندما يشعر بك الجماهير أنك تتعلم لغتهم وتتحدث مثلهم يكون سهل لك. أتكلم معك شوية عن الأرسنال وعلى اليوفي، اللي يبدو أن هم بيعانوا في الموسمين الأخرين، يمكن معاناة الأرسنال استمرت لفترة أطول شوية. من وجهة نظرك أسباب تراجع مستوى اليوفي والأرسنال، وتقييمك للمديرين الفنيين سواء أرتيتا في إنجلترا و أو مع الأرسنال يعني في لندن، ومع يوفي ماسيميليانو أليجري في تورينو؟ قبل أي شيء بالنسبة لي، اليوفي هذا العام يمر بمستوى متذبذب وسيء جدا، ليس كما الآن. بالنسبة لحقبة ماسيميليانو أليجري كانت حقبة عظيمة عندما استلم الأمور لأول مرة، لكن عندما عاد أليجري بدأ يفتعل المشاكل مع بعض اللاعبين، والأجواء بينه وبين مجلس الإدارة بعد النتائج المتذبذبة خاصة في الدوري
أثرت على مستوى الفريق، لكن اليوفي عاد في الميركاتو الشتوي وقام بعمل ميركاتو عظيم جدا، قد يعيد اليوفي للمنافسة على الدوري. وعندما قام اليوفي بعمل هذه الصفقات الآن حدثت حالة رعب بين فرق المقدمة في إيطاليا، لأن اليوفي أبرم صفقات عظيمة قد تساعده على الظفر باللقب السكوديتو، رغم أنه بعيد إذا ما تحدثنا عن لغة الأرقام بينه وبين الإنتر، لكن قد يعاني ماسيميليانو أليجري في الدوري، لكن قد يعود لقد يكون من المقدمة. بالنسبة للأرسنال العام القادم، أرسنال دائما قوي بالنسبة على مستوى الشباب وعلى مستوى البراعم وعلى مستوى النجوم، لكن الأرسنال دائما ليس مرشح لكي يفوز بلقب البريمير ليج. دعنا نتحدث بصراحة، أتمنى أن الأرسنال في يوم من الأيام يفوز بالدوري، لكن الدوري الإنجليزي دوري صعب، ويجب على الأرسنال ومايكل أرتيتا أن يقوم بعمل كثير. ونصيحتي لمجلس إدارة الأرسنال أن يقوم بعمل العديد من الصفقات، لأن في الوقت الذي يبحث فيه جماهير الأرسنال على فوز ببطولة يقومون ببيع النجوم. أرتيتا هو الشخص المناسب في المكان المناسب من وجهة نظرك، ولا الأرسنال يحتاج لتغيير المدير الفني؟ بالنسبة لي مايكل أرتيتا عندما استلم الفريق كان يعاني، وكما تذكر أنت مايكل أرتيتا يجب أن يفوز ويجب أن يقدم أوراق اعتماده. بالنسبة لي الأرسنال يحتاج إلى مدرب قد يكون أفضل من مايكل أرتيتا لكي يعود إلى الفريق ويتأهل على الأقل إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن مايكل أرتيتا كان غير محظوظ في عامه الأول مع مايكل أرتيتا، أعتقد أن أيامه باتت معدودة إذا لم يتأهل لدوري أبطال أوروبا. لو كلمتك بقى عن ليفربول نسخة يورجن كلوب الحقيقة اللي قدمت مستوى أكتر من رائع واستعادت يمكن كتير من أمجاد ليفربول، واحد من أكبر الأندية وأعظم الأندية على مستوى العالم، رأيك في اللي بيقدمه ليفربول وفرصه في الحصول على لقب البريمير ليج والشامبيونز ليج السنة دي؟ ليفربول فريق عظيم، في آخر ثلاث أربع خمس سنوات ليفربول يقدم أداء عظيم، وكما قلت بالنسبة لي هذا العام ليفربول قد يبتعد عن الدوري الإنجليزي شيئا ما، وإذا كان ليفربول يريد الفوز بالبريمير ليج يجب أن يبرم العديد من الصفقات. الميركاتو أغلق، لكن بالنسبة لي قد يكون بعيد لأن السيتي أقرب من ليفربول لدوري الأبطال، لكن تشامبيونز ليج الأمور مختلفة، خلال ثلاث أربع مباريات قادمة قد تكون في الفاينل، لكن أعتقد أن ليفربول قد يصل إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا. وأكرر إنجاز فعلوه عندما فازوا بدوري أبطال أوروبا من سنوات، لكن القصة لم تنتهي بالنسبة للشامبيونز. لو جمع النهائي نهائي دوري الأبطال بين يوفنتوس وليفربول تتمنى مين يكسب ويحقق اللقب؟ أنت تصعب الأمور علي، لكن أختار ليفربول. إذا ما قابل يوفي في النهائي قلبي سيكون مع ليفربول. طيب بمناسبة ليفربول خلينا أكلمك شوية عن نجمنا المصري محمد صلاح اللي بيتألق بالمناسبة مع منتخب مصر حاليا في بطولة أمم إفريقيا، مش عارف بتاع البطولة ولا لأ، ووصل بالفعل للدور قبل النهائي ومقدم مستويات أكتر من رائعة. كان عندنا اثنين من أهم الجوائز على مستوى العالم، جائزة ذا بيست ودي جائزة بيقدمها الفيفا، تنافس فيها محمد صلاح ولكن اللقب راح لليفاندوفسكي، والبالون دور اللي بتقدمها الفرنس فوتبول ودي راح فيها اللقب لليو ميسي. هل بتتفق مع الجائزتين دول؟ ومن وجهة نظرك امتى ممكن يكون محمد صلاح هو الافضل رسميا على مستوى العالم؟ صلاح لاعب كبير وللاسف
لم أقابل محمد صلاح في مسيرتي كلاعب لأنه لاعب عظيم ويقدم أداء رائع وساعد ليفربول، ويجب على الشعب المصري أن يشكر ليفربول لأنه من أظهر صلاح وخرجه للعالم العظيم. لكن بالنسبة لي صلاح يقوم بعمل جيد، وأؤكد كلامك أن صلاح أتمنى أن يفوز بأفضل لاعب في العالم، لكن محمد صلاح يجب أن يفوز بالبريمير ليج ويجب أن يفوز بشيء مع المنتخب المصري لأن الجوائز لديها معايير خاصة. إذا ما جمع صلاح بين دوري الأبطال والبريمير ليج وفاز مع منتخب مصر ببطولة سيصبح الأفضل في العالم، وهذا شرط. طب لو سيبنا ملف اللاعبين وروحنا لملف حراس المرمى وأطلب منك تختار أفضل ثلاث حراس من وجهة نظرك حاليا، يعني بيلعبوا حاليا كأفضل حراس مرمى على مستوى العالم. بالنسبة لي جالويجي بوفون الأفضل في العالم. بالنسبة لي نظرا لما قدمه جالويجي بوفون في مسيرته 44 عام من التاريخ والمجد الذي صنعه جالويجي بوفون، بالنسبة لي كان مثل الأعلى وهو الأفضل في العالم. بالنسبة لي نظرا لما قدمه في تاريخ كدور حارس مرمى، بوفون يحتاج العديد من الأيام والسنوات لكي يتحدث عن جالويجي بوفون. بويل سيكوندو وبالنسبة لي المركز الثاني، هناك العديد من الشبان الرائعون. أنا المركز الثاني قد يذهب إلى حارس تشيلسي ميندي وحارس أتلتيكو مدريد وحارس مانشستر ديخيا، هؤلاء هم الأفضل أربع حراس مرمى في العالم. إذا ما نأخذهم بالترتيب جالويجي بوفون مانويل نوير هم الأفضل اثنين، ثم حارس تشيلسي وديخيا حارس مانشستر. طيب خليني أطلب منك توجه رسالة يوم السبت اللي جاي، النادي الأهلي المصري بيمثل مصر وبيمثل قارة أفريقيا في بطولة مهمة جدا هي بطولة كأس العالم للأندية، وفي ظل ظروف صعبة كتير بيواجهها النادي الأهلي منها غيابات منها إصابات، إيه الرسالة اللي توجهها لنجومنا قبل بداية البطولة؟ بالطبع لدي معلومات عظيمة عن النادي الأهلي، كأن الأهلي ثاني أكثر الأندية حصولا على البطولات القارية بعد ريال مدريد. الأهلي ينقصه فقط الأفضل في العالم، البطولة التي يستهل مشوارها السبت المقبل. الأهلي فاز بالعديد من البطولات، ينقصه فقط أن يفوز بكأس العالم. أليكس مانينجر طبعا حارس النمساوي الدولي وحارس مرمى ليفربول وأرسنال ويوفي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وعلى ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي، وكلامنا بقى عن مشوارنا في كأس العالم وكلامنا عن ديربي أفريقيا، المباراة الصعبة اللي بينتظرها عشاق الكرة في مصر في كل مكان. بكرة إن شاء الله مصر والكاميرون، هيتواصل مع حضراتكم في السادسة، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول.